أفضل الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. شلونكم متابعينا الكرام؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وتمام العافية. اليوم إن شاء الله بهذا الفيديو راح أشوفكم طريقة التحضير محشي الباذنجان والشجر. الشجر يعني بعض البلدان نسميه الكوسة، إحنا نصيح له بالعراق الشجر، إخواننا وهنا بالموصل يسموه القغع. هنا أنا عندي راح أبدي أحضر الحشوة. خليت زيت نباتي وضفت لحم، راح أبدي أقلب هذا اللحم إلى أن يتغير لونه. الكميات ما محددة حسب الرغبة وجد أنت حابة تسوين، يعني تزيدين من اللحم، تزيدين من باقي المكونات اللي هسه إن شاء الله راح نعرضها بالفيديو. هاي بعد ما اللحم تغير لونه ضفت هنا أنا 3 رأس بصل ثرمته الناعم. بعد ما شوية ذبلت البصل ويا اللحم ضفت هنا أنا 3 سنثوم، وراح ابدي احمس البصل واللحم والثوم، وبعدين نبدأ نضيف البهارات. هسه انا عندي راح ابدي اضيف البهارات، ملعقه كوب من 7 بهارات وقليل من الفلفل الاسود، وهنا انا عندي ملعقه كوب من الريحان المجفف. هذا اختياري لكن طعمه كلش طيب ويا محشي الباذنجان والشجر، هذا الريحان المجفف. وهنا أنا عندي 2 كوب من معجون الفلفل الأحمر سواء كان حار أو بارد حسب الرغبة وحسب اللي متوفر. راح أبدي أحمس هاي المواد، وبعدين إن شاء الله نضيف معجون الطماطم. هسه أنا عندي راح أبدي أضيف 2 كوب من معجون الطماطم، وأرجع أحمس معجون الطماطم ويا هاي المواد. هسه عندي بعد ما انحمس معجون الطماطم راح ابدي اضيف الملح، والملح يكون حسب الذوق. انا تقريبا ضفت 2 كوب من الملح. شوية اقلب الملح ويا هاي المكونات، واخر شي قبل ما اطفي الطباخ اضيف كرفس او معدنوس اللي متوفر. انا عندي شوية معدنوس وشوية كرفس، احنا ما عدنا كرفس من هذا الورق، عدنا الكرفس الامريكي، فضفته بآخر مرحلة قبل ما أطفي الطباخ بدقيقة أو دقيقتين. اللي عندها فرش يكون بعد أفضل، سواء معدنوس أو كرفس اللي متوفر. راح أبقى أقلب هاي الحشوة دقيقة أو دقيقتين على النار، وبعدين أطفي عليها الطباخ وانتظر عليها تبرد حتى نحشي الباذنجان والشجر. هنا أنا عندي بعد ما بردت الحشوة، وهنا أنا هذا الباذنجان أنا ما حفرته، خليته بدون ما احفره وقليته بالزيت. هسه هذا الباذنجان عندي مقليته وجاهز، وسويت بيه فتحه من الجانب بهالشكل، بس ما حفرته حتى يعني ما نتخلص من اللب مال الباذنجان. هاي الطريقه اشوفها انا اضبط طريقه. وهنا انا عندي هذا الشجر انا فرسته، وعندي فيديو بالقناه عن طريقه تفريز الشجر تستخدميه للمحاشي للدولمه. طلعته قبل 10 دقائق مما اريد ابدي احشي المواد. هنا انا عندي الباذنجان اسد الفتحات بهاي العواد الخشبيه حتى لا تطلع الحشوه من الباذنجان. هنا انا عندي بعد ما حشيت الشجر والباذنجان، هنا أنا عندي طماطة ضربتها بالخلاط، راح أضيف عليها قليل من الفلفل الأسود والملح، وهنا أنا قليل من الليمون جوزي. إحنا نحب شوية تكون المرقة مات المحشي الباذنجان وشجر شوية تكون بيها حموضة، اللي ما يحب الحموضة لا يضيف. شوية زيت أرش على الوجه مال الباذنجان والشجر، وأبدأ أنزل عصير الطماطم بحيث يغطي الباذنجان والشجر عصير الطماطم. هنا أنا عندي هاي درج مع الطماطم ملحتها وجاهزة، أخليها على وجه الطاوة بهالشكل. راح أخلي على الطباخ بالبداية على نار عالية مدة 5 دقائق، وبعدين أنصي عليه الطباخ. وبالنسبة للحشوة اللي بقت أخليها بايركس زجاج واحتفظ بيها بالفريز.
هاي هنا أنا عندي تقريبا بعد مرور 30 دقيقة على نار هادئة استوى طبعا هسه عندي، وهذا الثخن المرقة إذا تحبين تسويها بعد أثخن تخليها بعد تفور، لكن أنا أشوف هذا الثخن كلش مناسب. هسه راح أطفي عليه الطباخ، تقدمي هو التمن الأبيض ويا الخبز، وجبة كلش طيبة، وإن شاء الله هاي الطريقة تنال إعجابكم وتجربوها وتاكلوها بألف عافية. والتقيكم بخير وعلى خير بالفيديو القادم، ومع ألف سلامة.